اسمع من حضرتك، اتفضل. هنقابل وتكمل كلامك، بس كمان معانا مكالمة برضو أخرى من عريس من اللي موجودين ومن حقهم اللي هم يفرحوا ونديهم حقهم النهارده، الأستاذ خالد لطيف عضو اتحاد كرة القدم. أستاذ خالد برحب بحضرتك. اهلا بيك يا شادي، واهلا بالاستاذ خالد، واهلا أهلا بيكم بيك يا قناة كابتن. النادي الاهلي. أستاذ خالد هقول لك جملة لسه قايلها الأستاذ سيف زاهر، برضو مهم جدا نقولها لحضرتك. النهارده لما تروح كاس عالم بعد 28 سنه، اكيد اتحاد كره القدم اللي كان موفر كل حاجه لمستر كوبا متمثله في المهندس هاني ابو ريده وفي حضراتكم، كتبتوا اساميكم بحروف من ذهب واتكتب في التاريخ ان مجلس اداره اتحاد كره القدم فلان وفلان وفلان، اللي منهم الاستاذ خالد لطيف، اكيد الوصول لكاس العالم اللي هو حلم المصريين. أنا بشكرك جدا شادي على المقدمة الجميلة، وفي حاجة مش جديدة عليك، بشكر الأستاذ خالد. يمكن أنا كنت سمعت جزء من حديثه معاك، ودي حاجة برضو مش غريبة على الأستاذ خالد العشري، الله يخليك يا أحد كابتن القادة حبيبي، الإلهيين وحشنا يا كابتن خالد والله. المكرمين، ربنا الله يخليك. يخليك كابتن. هنمشي منك، ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ومجهود، زي ما قال الأستاذ خالد، زي ما أنت قلت، سواء اتفقت أو اختلفت، انتقدت أو أشدت في الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن في النهاية الحمد لله، الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى قدرنا نحقق اللي يمكن ما حققناهوش بقى لنا 28 سنة، وصلنا لكأس العالم القادمة. واعتقادي الشخصي ان يعني ده دورنا كأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، توفير البيئة. يمكن كوبر كان انتقد في أحيان كثيرة جدا جدا، المنتخب انتقد لأحيان كثيرة جدا، طالنا العديد من الانتقادات كأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، ورغم كده تحملنا على نفسنا وقفلنا على نفسنا يمكن كتير، وتحملنا حتى بعدم الرد، ووقفنا ورا الفرق والجهاز الفني المحترم، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى كل الجهود دي وصلنا لكأس العالم القادمة. ويمكن كأس العالم القادمة دي بالنسبة لي أنا حتى على المستوى الشخصي كعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وليا أنا خالد لطيف، يعني ليها مذاق خاص جدا جدا جدا، لأن الحمد لله الحمد لله تاني كأس عالم يشارك فيها أحد من أسرة الكابتن محمد لطيف. يمكن كان ليا الشرف إن جدي الكابتن محمد لطيف كان كابتن منتخبنا الوطني في أول بطولة كأس عالم صعد فيها منتخبنا الوطني سنة 34، وهو كان كابتن المنتخب الوطني، وليا الشرف ان اكون حفيده وان انا اشارك كعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وصلنا لكاس العالم في 2018 الحمد لله. فحتى الانجاز على المستوى الشخصي والانسان وعلى المستوى الشعبي، ان انت يعني لما بتعمل حاجه يا شادي، لما بتعمل حاجه يا استاذ خالد، سواء موضوع او نجاح على المستوى الاسري او على مستوى اولادك او احفادك او اخواتك، اكيد تبقى سعيد اكيد جدا ان انت ساعدتهم، فما بالك ان انت تساهم حتى لو بجزء صغير جدا في اسعاد 100 مليون مصري. اعتقادي الشخصي ده يعني سعاده لا تقارن باي سعاده. استاذ خالد، التكريم السريع من سياده الرئيس بعدها بساعات على طول، المباراه خلصت، اللعيبه محدش سافر، الكل موجود، وتكريم من وجهه نظري ده اهم تكريم اللي بيبقى متمثل في القياده السياسيه اللي موجوده، الدوله كلها اكبر حد في الدوله وعلى طول بيكرمك. احنا شفنا الكلام ده وكنا بنبقى اسعد ناس في الدنيا، لكن الجميل هنا اللي ما عداش ساعات على الموضوع وحلاوه الموضوع لسه موجود. والله بص، يعني تكريم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لينا واصراره على ان بعد ساعات قليله جدا من انتهاء المباراه، اعتقادي الشخصي دي رساله يمكن قالها قبل كده، فكان يعني الناس يمكن قلناها كاعلاميين قبل ما نكون اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، لكن اصراره على تكريم الاتحاد المصري لكره القدم والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، وتكريم اللاعبين ووجود الفريق، يمكن برضه وزير الدفاع، وايضا تكريمه لينا قبل مقابله السيد الرئيس، كان قال ان الرياضه امن قومي، وقال ان الرياضه يعني شيء مهم جدا جدا للشعب وجزء مهم جدا لدى سياده الرئيس. تكريمه لينا رغم ان احنا يمكن خلصنا المباراه الساعه 10، واعتقد لا احنا كاعضاء مجلس اداره ولا الجهاز الفني ولا اللاعبين نمنا وطبقنا، عشان اتحركنا من اسكندريه الساعه 5، ويمكن انتظرنا لحين وصول السيد الرئيس، وايضا
توقيع حفل افتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة. رغم طول الانتظار، لكن مش عايز اقول لك لحظة الوقوف امام سيادة الرئيس وخروجنا احنا كمنتخب وطني ومجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم امام الالاف اللي كانوا حاضرين، يمكن سواء القادة السياسية او الشبابية او الرياضية او الاعلامية في قاعة المؤتمرات الجديدة اللي في محور المشير. عايز اقول لك تسقيف لما خرجنا، لما طلعنا يمكن المسرح المتحرك، سعادة لا توصف بسعادة، تكريمه لينا واصراره على الكلام على شخص شخص، لاعب لاعب، فرد فرد من افراد الجهاز الفني او من مجلس الادارة، والكلمة الجميلة اللي القاها وحتى تفاعله الرائع مع محمد صلاح الاقتصادي الشخصي شيء مش جديد على سيادة الرئيس، يمكن شفناه في مجالات استثمارية واقتصادية وسياسية، لكن لمسناه بشدة هذه المرة بعد وصولنا لكأس العالم. واعتقادي الشخصي ده تاج على رؤوسنا كلنا ويزود المسؤولية علينا عشان نبذل العديد في الفترة القادمة. بس خالد، مرة تانية انتوا تستاهلوا التكريم، والتكريم السريع، فرحتوا شعب بالكامل كان بيحتفل في ميادين مصر، فده اقل حاجه تبقى مع اتحاد الكوره. احنا مساندين وداعمين ليكوا، اكيد بيبقى في اخطاء في العمل الاداري وانت شغالك، مش عايزين نقف عندها وده المهم، لكن ده وقت اللي كلنا نثبت قيم ومبادئ جديده، نشتغل ونتعب كل واحد في مكانه، وبعد كده في بيحصل نقد بناء، وقول لي تشرك الناس معاك، وده اللي احنا بنتكلم فيه. مبروك مره ثانيه، وبتشرف اكيد لما حضرتك بتبقى معانا في التليفون ونتكلم معانا، لان انت واحد من اللي اسعدونا وفرحونا يا استاذ خالد. بشكرك جدا كابتن شادي، وبشكر الاستاذ خالد واعتاب كده رقيق للاستاذ محمود طاهر اللي انا بحترمه وبجله، وكنت اتمنى ان انا احضر تكريم النادي الاهلي، لكن للاسف انا ما علمتش بالتكريم غير في الصحف الثانيه. عتاب للمهندس محمود طاهر، يعني كنت اسعد ان انا اتواجد في النادي الاهلي رغم زملكاويتي الشديده، لكن كنت ابقى سعيد جدا بوجودي في تكريم النادي الاهلي للمهندس انا ابو ريده والجهاز الفني، لكن للاسف ما عرفناش، مش عارف السبب، هل المهندس محمود طاهر لسرعه اتخاذ القرار ولا ايه، لكن في النهايه كنت اتمنى واعاتب على المهندس محمود طاهر رئيس مجلس. بعتاب مقبول، بس انا حضرتك انت اللي قلت مش انا، الكلام كله جاء مفيش وقت، كانوا بيكرموا مع سياده الرئيس، بعد كده في لعيبه مسافره، في منهم تريزيجيه ما حضرش، النادي الاهلي كان بيجهز بالتنسيق مع المهندس انا ابو ريده، فاعتقد هو ده اللي حضرتك قلته مش انا، اللي التوقيت السريع هو، لان الاهلي كان في ماتش النهارده وفي فريق هيدخل المعسكر، فاتصور هو ده السبب زي ما حضرتك قلت يا استاذ خالد. على العموم النادي الاهلي صرح كبير رياضي، واحد بيسعد بيه وبيتشرف وجوده فيه، وبالتوفيق ليك واستاذ خالد، وان شاء الله يا رب كده مزيد من الانجازات لمنتخباتنا الوطنيه. استاذ خالد لطيف، عضو اتحاد كره القدم، ببارك لحضرتك مره ثانيه وبشكرك شكرا جزيلا.